نبدأ بالترند. يعني طبعا الترند كل الناس بتتكلم على مدار أكثر من يوم على السوشيال ميديا حاجة بخصوص الأفراح. مش أول مرة نتكلم عن الأفراح، ولكن هي أفراح أسطورية. مصر دايما بيكون يعني عراقتها معروفة، ومهما الناس حاولت انها يعني تشكك في اي حاجة خاصة بالوضع بالنسبة للأهرامات او للآثار في مصر، وانها تقول ان مثلا اليومين دول ما فيش سياحة او غيره، لا ده احنا عندنا سياحة، وعندنا سياحة من نوع خاص كمان. يعني حفل اسطوري لفت انتباه الجميع ولفت انظار الجميع، وهو حفل الملياردير الأمريكي أنكور جين بزفافه على عارضة الأزياء ومصارعة مسابقة WWE السابقة إريكا هامون. وكان في مظاهر كتير طبعا كان موجود في منطقة الأهرامات. هو على فكرة كان لمدة 7 ليالي، ولكن 4 منهم كانوا موجودين في مصر، منهم يوم كان موجود في الأهرامات، وده اللي تم فيه الزفاف. عاوزين نقول كمان إن كان في قصر محمد علي، كان في منطقة معينة كده قدام تمثال رمسيس اللي موجود في المتحف المصري الكبير. يعني أكتر من مكان كان في الفرح او ليالي الفرح الخاصه بيهم يستاهلها طبعا. يعني احنا بنتكلم عن اسماء تقيله، وكان حاضر يعني رموز سواء بالنسبه للفن او رجال الاعمال والاستثمار، ودول حقيقه علا يعني اهم بالنسبه لنا احنا المستثمرين ان هم يكونوا موجودين ويشوفوا الفخر اللي احنا فيه والاستقرار والامن. اختيارهم كمان للاماكن، يعني الحقيقه انه تميز لمناسبتهم واختيار مختلف منهم، لكن في النهاية دليل على إن اللي عندنا في مصر مش موجود في أي حتة في العالم. وليلة العمر دي اللي بيتقال عليها، يعني كلنا بنكون حريصين إن نعملها في أحسن صورة، في أجمل مكان، وبنقعد نختار وتفاصيل كتير. فتخيلوا إن هم من كل بقاع العالم اختاروا أرض مصر بتاريخها وحضارتها اللي نشأت قبل ما الكون كله يكون موجود، يعني قبل ما يبقى في حضارة أو أي مظاهر للحياة في أي حتة على وجه الأرض. وبالتالي يعني احتفالهم بالنسبة لهم أسطوري، بالنسبة لنا إحنا فخر وعزة وفخامة إن لما يتم اختيار مكان من أماكننا الأثرية وأماكننا المميزة، زي ما إحنا شايفين كده ومتابعين وجودهم بالقرب من الأهرامات وشكل الاحتفالية والعروض اللي معمولة، خير دعاية يعني لمصر ودليل على أمنها واستقرارها، حاجة مشرفة لينا. والتنظيم وفخامة التنظيم كانت الحقيقة يعني شيء مهم، والحضور كمان أما هيشوفوا الجمال اللي مصر فيه ويشوفوا يعني روعة الأماكن والأمن والأمان اللي هم حسوا بيه والاستقرار اللي موجود في البلد، بالتأكيد هيرجعوا بقى يشوفوا مصر بشكل تاني. يعني هم حضروا حفل زفاف كام يوم، لكن لما يجوا يتفسحوا بشكل مختلف ويكونوا كمان سفرة، يعني كمان أن يبقى حاضر مزمار ودف وطبول وحاجات من الحاجات الموروثات بتاعتنا والثقافة بتاعتنا في فرح أسطوري زي ده، لناس ثقافتهم مختلفة وعاداتهم مختلفة، دليل على أن قد إيه جذورنا وتاريخنا متغلغل وموجود وبيأكد على عراقة مصر. وطبعا التكلفة كمان بقى بالنسبة لهم يعني هي ملايين الملايين، يعني 3 مليون دولار أنكر اللي قلب نفسه. طبعا يعني 3 مليون دولار ده رقم قليل جدا، يعني احنا عندنا 3 مليون جنيه للفرح مثلا. يعني هو اصلا يعني بالنسبه له 3 مليون جنيه ده مش رقم يعني، لكن هو في انه دولار. 3 مليون دولار برضه هو مش رقم بالنسبه له، يعني هو بالنسبه له رقم قليل، يعني هو بيتعامل بالدولار عادي زي احنا. 3 مليون دولار على فكره الفرح، و200 ألف تفاصيل بخصوص يعني شوية أرقام كده شغلوا انتباه الحقيقة. يعني 200 ألف المنطقة اللي عمل فيها الحفلة، كان في حفل عشاء موجود في المتحف المصري الكبير متأجر ب200 ألف دولار، ده برضو شيء مهم جدا. والله وأنكور قال حاجات مهمة جدا كمان.
يعني. وانا سمعت التصريحات دي من زاهي حواس اللي كان البيست فريند بتاعه يومها، شكر الجهات الامنيه والجهات المسؤوله عن التصاريح والجهات المسؤوله عن التنسيق الامني الخاص بالمطار، وان الامور كانت ميسره جدا، ان هو كان ماشي في الشوارع بمنتهى اليسر. هو كان مأجر طياره من مصر للطيران، ده دليل برضو على ان طيراننا الوطني يعني جيد ومميز. فكره ان احنا ما حسيناش بربكه بقى ان في شخصيه مهمه بتعمل فرحها على كذا ليله ومعرفش ايه، ده برضو دليل على الاستقرار والامن اللي احنا بننعم بيه. وقد ايه يعني هي بتعمل الميك اب بتاعها في الطياره، ده كان كل حاجه. كل الموضوع كان بمنتهى البساطه، وهم نفسهم قالوا وقال ان احنا يعني سفراء للي شفناه، وهنوصل كل اللي شفناه والجمال اللي شفناه في مصر هننقله للعالم كله ولبلادهم. هم مهما راحوا ومهما جم يعني في أي مكان في العالم، هم مش هيشوفوا جمال زي جمال بلدنا بكل تواضع وبكل فخر الحقيقة. ومش مش هيلاقوا مكان، بدليل إن هم فعلا ما لقيوش مكان يعني يخلوا ليلتهم ليلة مختلفة إلا على أرض مصر. أنا شفت خبر قالك إن هو فضلوها عن الفضاء، كان مقترح وكان من ضمن الحاجات عاوز يعملوها القمر ولا ايه؟ عاوز يعملها كان عايز يعملوها القمر. هيعمل حاجه بقى بشكل مختلف. ايوه لو كان الامر امري، لو كان في شيء بيدي يعني مش عارف هيعمله ازاي في الفضاء، بس لا محطه الفضاء الدوليه موجوده عادي يعني، مش هتفرق. كل حاجه دلوقتي موجوده وكل حاجه سهله يعني. ايلون ماسك موجود بالمكوكات والصواريخ بتاعته، ياجروا من عنده يطلعوا يعملوا في اي حته على المريخ بقى، بس على الزهره يعني، براحتهم. الكوكب اللي يعجبهم يختاروا الكوكب. نزلت تزور تايتانيك، ما طلعوش تاني. مش دايما يعني الخروج عن التقليدي بيكون كويس. هو كون اللي يعمله في الاهرامات ده شيء جميل جدا. في النهايه احنا مصر حاضرة وبقوة في كل تفصيلة، في كل لحظة حلوة حد حابب ان هو يوثقها ويأكدها ويخليها حاجة مختلفة. فمصر بحضارتها وبتاريخها وبكل ما بتحمله من يعني ثقافة وعراقة وجمال، موجود مع ناس يمكن ما يكونوش فاهمين ايه التنورة دي يعني اللي كانت معانا على الشاشة. هما ما يعرفوش ايه التنورة، ايه رقصة التنورة وايه يعني تفاصيلها، لكن هما اكيد برضو هما بيختاروا التفاصيل كده بتاعت الفرح يعني تشرح لهم دي مثلا من التراث المصري بتعبر عن كذا، وفهموا ان هي لما هتبقى موجودة في حفل زفافهم هتكون يعني حاجة مختلفة ومميزة. في النهاية احنا بنقول لهم مبروك وربنا يسعدكم ونورتونا في مصر، ومستنيين اكتر من كده ان شاء الله يعني يحصل على ارض بلدنا، لان بلدنا تستحق الحقيقة انها تكون محط انظار العالم بما تملكه من شعب مصري اصيل بيحترم حضارته، بيحب بلده، خايف على تفاصيلها، كان فخور بوجود ناس زي دي بتعمل حفل زفافها على ارضه. والدليل على كده الترندات او الترند اللي كان على وسائل التواصل الاجتماعي باهتمام كل المصريين انهم ياكدوا على ان بلدهم بلد الامن والاستقرار والامان من خلال حفل زي ده اسطوري مميز جدا. يا رب دايما مصر بكل رجالتها وبكل قطاعاتها وجهاتها دايما مشرفه مصر ورافعين راسنا لفوق يا رب. وعايزين مستنيين حفلات دي اكتر واكتر واكتر، مش بس عشان مساله الاستثمارات، علشان نثبت دايما ان احنا عندنا ثقافه وتاريخ نفخر بيه وامن واستقرار الحمد لله ربنا يديمه باذن الله.